صوم الأربعين المقدس، اليوم 30 آذار. في قراءتنا المعمقة للكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد، تعطينا الكنيسة من خلال الآباء، آباء الكنيسة، دعوة لكي نتخطى المعنى الحرفي وننظر إلى المعنى المجازي والباطني الذي يكشف سر المسيح والكنيسة من خلال الصور والأحداث التي تم ذكرها. وبالتالي تظهر لنا عدة أنواع من الأشخاص إن كان في العهد القديم أو الجديد، وتوقعات لصور المسيح التي تعطينا إياها صفحات الكتاب المقدس. فقراءة الكتاب المقدس هي قراءة المسيح. لذلك يدعونا أحد الآباء وهو القديس أمبروسيوس بقراءة شاملة للكتاب المقدس، ويقول لنا: اشرب إذن من هاتين الكأسين من العهدين القديم والجديد، كونه في الاثنين تشرب المسيح. اشرب المسيح فهو الكرمة، اشرب المسيح الذي هو ضفق الماء، ارتوي من المسيح فهو ينبوع الحياة، ارتوي منه فهو النهر المتدفق الذي يروي المدينة، ارتوي من المسيح فهو نبع السلام. إن فهم الكتاب المقدس ليس بالأمر السهل، نعم، لأن بعض صفحاته غامضة كما في العهد القديم ورمزية، ولكن المسيح هو المفتاح والمبشر. هو كبير في ظلام الكتابات النبوية، ولكن إذا ما قرعت يفتح لك بروحه القدوس لكي تصبر أعماق هذا السر، ومن خلاله تستطيع أن تعيش الكلمة، كلمة الله يسوع المسيح، لأن ذلك ما يعطينا إياه المسيح وحده في إنجيله. فهو الذي نزع الحجاب عن الألغاز والأسرار، هو وحده أعطانا مفتاح المعرفة وأتاح لنا إمكانية الانفتاح على هذا البحر العظيم الواسع الذي فيه كلمة الله تجسدت. نعم، الكتاب المقدس هو البحر الذي يشمل في ذاته معنى عميقا من الأمور النبوية. في هذا البحر تدفقت الكثير من الأنهار، أعطيت صفات في هذه الكلمة الحية والمعقدة أحيانا، ولكن هي بالأخير تكشف لنا سر المسيح. فلا يمكن أن نقرأ الكتاب المقدس بطريقة سطحية، لا، بل علينا أن نغوص في عمق هذه الكلمة ونتعرف على المسيح نفسه، هو الكلمة الحي الذي قبل الدهور. آمين.